بسم الله الرحمن الرحيم. كويس ان انت وصلت للفيديو ده، التوازن في العلاقات. العلاقات فيها شريكين اتنين بس، واحد وواحد، او ممكن يكون بنت وبنت او ولد وولد، لان الجيل اللي احنا داخلين عليه جيل غريب شوي. لازم الطرف الاول يعطي للطرف الثاني مقدار متساوي من الطاقة. لازم يكون اللي في الكفة اليمين تقريبا يتساوى مع الكفة الشمال. ده يحط هنا كيلو، ده هنا يحط تقريبا كيلو وربع كده ولا حاجة، قريب من بعض. ده يحط كيلو وعشرة جرام، ده في الناحية التانية يحط كيلو وتلاتين جرام. الفرق بينهم حاجات بسيطة لا تذكر يعني. التوازن في العطاء هو ده المقياس الوحيد لضبط صحة العلاقة. لما يكون فيه توازن يبقى العلاقة دي صحية. العلاقة اللي انت فيها دي اسمها علاقة صحية. علاقة صحية يعني ايه؟ يعني علاقة مريحة، يعني علاقة ممكن تستمر لفترة طويلة بدون تعب لأحد الطرفين. انت تقعد معايا في العلاقة مرتاح، انا اقعد معاك مرتاح، انت تكون مرتاح وهو مرتاح، انت تكون مظبوط وهو مظبوط. ليه؟ لان في توازن في العلاقة. اخونا في الاسلام يجري بقى ورا الواحدة ويغرقها هدايا ويبوس تراب الارض ويبوس رجليها وهي مش راضي عنه. ليه؟ ما تعرفش. يبقى ده يعني ايه؟ غير توازن، او ده مش متوازن، او ده علاقة غير متوازنة والانسان نفسه مش متوازن. والعكس، ان البنت تجري ورا الولد وبرضو تحب على رجليه علشان يرضى عنها، برضو ده شيء غير متوازن، او علاقة غير متوازنة، او لا يوجد فيها توازن في العطاء، او توازن في الاخذ والعطاء، او مفيش توازن اصلا يعني تحت اي مسمى باي شكل عند اي انسان. ممكن يكون التوازن مش في العلاقة، ولا حتى في الصحة النفسية للاشخاص، ولا في الصحة العقلية للاشخاص. ويفضل ان الطرفين يكون عندهم نفس درجة الوعي ونفس درجة النضج. انما واحد فيهم يغرق التاني هدايا واهتمام وحب، ويقف معاه ويسأل عنه ويدور عليه ويخاف عليه ويديله مشاعر ويديله كل شيء، والتاني العطاء صفر، ما ينفعش. او يكون فيهم طرف قاعد عمال يعمل جلسات استجواب وتحقيقات وحب ويعني افخاخ، ويصنع لك اختبارات الصدق واختبارات الكذب واختبارات الشك واختبارات الوفاء، ولازم يعني تنجح في كل هذه الاختبارات حتى تنال شرف العلاقة مع هذا الإنسان أو مع هذا الشخص. يبقى أنت كده برضو في علاقة غير متوازنة، لأن فيهم واحد عمال يعطي والتاني بياخد بس. لازم يكون فيه توازن ما بين الأخذ والعطاء، البيع والشراء، لازم يكون فيه توازن. تلف شمال لازم يكون فيه توازن، تلف يمين لازم يكون فيه توازن. انا النهاردة احتفل بعيد ميلادك، انت بكرة تحتفل بعيد ميلادي، واحنا الاتنين بعد بكرة نحتفل بعيد جوازنا او بعيد علاقتنا الحلوة. لازم يكون فيه نوع كده من التقارب، بلاش يعني ايه تساوي، تقارب على الاقل. يبقى الطرفين يحرصوا على بعض بنفس القيمة، والطرفين يقدروا بعض يا اخي بنفس القيمة. انك تعيش دور الشهيد المعطاء المضحي زي برج الحوت، هذا لا يصلح وهذا لا يجوز. انك تعيش زي برج السرطان اللي عمال يبكي دموع وزعلان وعايزك تصالحه 24 ساعة، برضو ده ما ينفعش. انك تعيش جاف وبارد جدا زي برج الجدي، برضو ده ما ينفعش. انك تعيش هارب في العلاقة دائما زي برج الدلو الهارب من العلاقات والمستقل والإنسان الذي لا يتحمل مسؤوليات، أيضا ده ما ينفعش. في كل الحالات لازم يبقى فيه توازن، ولازم الإنسان نفسه من قبل العلاقة يكون متوازن مع ذاته ومتوازن مع من حوله. كده هو شخصيا إنسان متزن غير معتل، غير معتل. لما يكون متوازن هو كده يصلح للدخول في العلاقة. لما يكون متوازن هو كده يصلح انه يستمر في علاقة، انه يكمل، انه يمشي، انه يريح الشخص اللي قدامه. والله ده
بيصرف 1000، ده بيصرف 1000، ده بيصرف 2000، ده بيصرف 2000، ده اشترى ده هدايا بقيمه مثلا 10,000، ده اشترى له هدايا بقيمه حوالي 10 او 11 او 12 او قريبا منها، ده زود، ده يردها له فيما بعد، ده يعوضك النهارده وانت تعوضه بكره. مش شرط ان هو يردها لك في نفس اليوم او في نفس الشهر او في نفس الاسبوع او كده، مش شرط، عادي ممكن يعوضها لك فيما بعد. فلازم يكون في توازن في العطاء. اي علاقه ما فيهاش توازن هي علاقه مرفوضه، وهي علاقه غير صحيه، وهي اولى مؤشرات فشل العلاقه، او على الاقل ان كل شخص يعطي من الموارد الموجوده عنده. يعني نفترض ان انت اتعرفت على انسانه يا اخي ما عندهاش اي شهاده ومش موظفه ومش هتقدر تديك فلوس ولا هتساعد معاك في مصاريف البيت خالص، ولكن انت انسان يعني مبتدئ في الحياه وتعيش كل يوم بيومه على باب الله، وكانك عامل او موظف او حتى حلاق بتحلق للناس او حتى عامل نظافه او حتى اي شيء، هي المفروض تساعدك على قد ما تقدر، المفروض يكون قلبها معاك شوي لانك في وضع صعب شوي لانه ظروفك صعبه فلازم تقف معاك. اما بقى هي صاحبتنا تتطلب وتتطلب وتتطلب وهاتلي وجبلي وشيل وحط واعمل وسوي وتشغلك خدام عندها، وبعد ما تشتغل خدام عندها يعني ايه المقابل لكده؟ متجوز يعني انك متجوزين مع بعض؟ ايه المقابل يعني انه في عيال جت في النص؟ انه في مثلا علاقة جنسية تقيمها معاها؟ طب ما العلاقة الجنسية للطرفين مش لطرف واحد، اذا كان هناك متعة فالمفترض انها للطرفين، ما هو ده التوازن في العلاقة. ولكن لما يجي شخص يطمع انه ياخد نصيب اهتمام وحب وعطاء اكتر ليه لنفسه ويكون اناني ويكون جشع ويكون طماع، هو ده الشخص اللي انت تخاف منه، أو هو ده الشخص المرفوض أصلا. باختصار شديد، كل علاقة أنت فيها شوف إيه هتعطي وإيه هتاخد. لو لقيت أن العطاء أكتر من الأخذ أعرف أن العلاقة دي فاشلة، أو على الأقل خالص يكون الطرف المقابل ليك ما عندوش ومعدم. لو هو ما عندوش ومعدم، معدم معدم يعني لا يمتلك مال، لا يمتلك ممتلكات، لا يمتلك قدرات، لا يمتلك شيء، هو لا يمتلك الا وجوده بس، الا شخصيته، جسمه، شكله، بيعرف يطبخ او هي بتعرف تطبخ، او هو، ما هو في الغالب هو الرجل اللي بيعول المرأة مش المرأة هي اللي هتيجي تصرف عليه، ده المفروض. او العكس بقى، انه رجل هتتجوز امرأة وهي تصرف عليه. انا المشكلة في موضوع الصرف ده هو ده اللي بيحدد العطاء. العطاء مش فلوسه بس، العطاء فلوس، اهتمام، دلع، سؤال، تواصل فكري، يعني مروح معاها، تقف معاها في وقت شدتها، هي تقف معاك في وقت شدتك، يعني تفتكر لك عيد ميلادك وكل حاجة انت بتحبها تجيب لك منها وانت العكس. لازم يبقى فيه كده انسجام بين الطرفين، لازم كل طرف يشوف ايه اللي بيحبه الطرف التاني ويحققه له، وهكذا كده تتقوى العلاقة وتستمر. أما بقى واحد بيكتب في الشرق والتاني بيكتب في الغرب، واحد ماشي في اتجاه شرق والتاني ماشي في اتجاه غرب، ما ينفعش. يعني تخيل أن كلا الطرفين كل واحد يمارس الجنس ده لوحده، وده بيدور له على شريك لوحده، وده شايل فلوسه لوحده، وده شايل فلوسه لوحده، وده مش مهتم بده، وده مش مهتم بده، وده في اتجاه وده في اتجاه، وده معزول وده معزول، وده في غرفة لوحده وده في غرفة لوحده. طيب فين العلاقة؟ كده ان شاء الله فين العلاقة؟ دي اسمها علاقة دي؟ طيب مش اسمها علاقة طبعا. واحد يعطي كل شيء والطرف التاني مش عاجبه، ويعني ما بيحمدش ربنا. او ان ايه، ان في واحد يرفض العلاقة اصلا والتاني بيجري وراه بالغصب ويريد ارضائه بالغصب، يعني بالغصب عايز يرضيه وبالغصب يبغاه في العلاقة. ما ينفع، ما فيش حاجة بالغصب، ما فيش حاجة اسمها علاقة بالغصب، بالغصب دي مش موجودة. او شخص عايز يعدل في انسان على مزاجه، فلان ده عجبني او فلان عجبتني فانا اعدل فيه على مزاجي، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها تعدل في انسان عشان تعمله على مزاجك. لو كان بنطلون ولا جلابيه ولا قميص ولا جاكيت كنت ممكن تقصره وتخيطه وتطوله وتنقصه وتضيقه وتوسعه، ممكن حاجات زي كده. انما الانسان
مش بنطلون هتقصقص فيه وتخيط فيه وتقطع فيه، يا اما انه يتغير تغيرات بسيطه كده يعني مقبوله، او انه كده كده هيتغير ويرجع تاني لاصله، يرد لاصله مهما تعدل فيه ومهما تصحح فيه ومهما تسنع فيه يرجع تاني لاصله. ما تحاولش كتير تطور في انسان غير قابل للتطور وهو رافض للتطور، لانه هيرجع تاني لاصله باختصار يعني. فعشان ما تقعدش تتعب نفسك، انت خد الحاجه الجاهزه القابله والمهيئة والمخصصة لمكانه، الشيء الصحيح في المكان الصحيح، الشخص الصحيح في المكان الصح وفي الزمن الصح مع شريك حياة صح، يبقى العلاقة دي تكون صح أو صحية. غير كده العلاقة تكون علاقة ملخبطة، واحد بيكتب في الشرق واحد بيغرد في الغرب، ده في اتجاه وده في اتجاه. فموضوع التوازن في العلاقات موضوع لازم انت تهتم بيه جدا ولازم تفهمه بشكل واضح. فهمت الموضوع ده، موضوع التوازن ده لوحده يخلي كل حاجة تبقى متساوية، حتى لو اختلف الطرفين وحبوا يتطلقوا يبقى ما فيش حد خسر اكتر من التاني، تقريبا كان هما الاتنين يساهموا بنفس الكم، سواء بقى كان الكم المالي، سواء بقى كان الكم يعني من الاهتمام، سواء كان الكم من تحمل المسؤوليات، المهم ان الاتنين كان فيه فيما بينهم توازن في العطاء والدفع، او على الاقل توازن في المنفعة، انا بتنفع وانت بتتنفع، انا بستنفع وانت بتستنفع، انا مستفاد وانت مستفاد، تقريبا بنفس الايه، بنفس الرقم او بنفس القيمة او بنفس المنسوب كده، احنا الاتنين قريبين من بعض، مفيش واحد هو اللي يعني اخد نصيب الاسد والتاني هو اللي اخد نصيب الفقر، مفيش الكلام ده، هما الاتنين كانوا قريبين من بعض، بس كده العلاقة تبقى متوازنة وسهلة. اما بقى والله واحد يعني عايش في دنيا والتاني عايش في دنيا مختلفة، وده عايش في زمن وده عايش في زمن، وده عايش في السماء وده عايش في الارض، لا ما ينفعش، العلاقة دي كده علاقة غير متزنة، وطالما ان هي علاقة غير متزنة اذا هي مهددة بالانفصال او بالانقطاع او بالطلاق او بالفراق في اي وقت. وبس لو الناس تفهم هتسهل على نفسها، الناس عايزة تلحم الخشب والحديد في بعض، فحب اقول لك الخشب والحديد ما يتلحموش في بعض، ممكن يتربطوا كده لكن يتلحموا لحام، ما فيش لحام ما بين الخشب والحديد. وبس.